استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد أحمد كوجوك وزير المالية صرح سفير احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان اللقاء تناول مناقشه التطورات الخاصه بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم بالشراكه مع الصندوق حيث اهرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفتره المقبله والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الاوضاع الاقتصاديه وخفض معدلات التضخم مشيرا الى ضروره مراعاه المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفتره الاخيره بسبب الازمات الاقليميه والدوليه التي كان لها بالغ الاثر على الموارد الدولاريه وايرادات الموازنه ومشددا ان اولويه الدوله هي تخفيف الضغوط والاعباء عن كاهل المواطنين لا سيما من خلال مكافحه التضخم وارتفاع الاسعار مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزياده معدلات التشغيل والنمو. من جانبها اعربت السيده جورجيفا عن تقديرها البالغ لجهود الدوله المصريه خلال المرحله الاخيره والبرنامج الاصلاحي الذي يتم تنفيذه بعنايه مع وضع الفئات الاكثر احتياجا في مقدمه الاولويات مشيده بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقه في الفتره الراهنه. وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع تصنيف مصر الائتماني، وتزايد الاستثمارات. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة. وعلى نحو الذي يحافظ على نتائج الاصلاحات ذات الاثر الايجابي على الاقتصاد المصري خاصه على صعيد تحسين المؤشرات الكليه للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنميه المدفوعه بالاساس بنمو القطاع الخاص مؤكده اتفاق الصندوق التام مع اهميه المزيد من التركيز على مكافحه التضخم واتخاذ الاجراءات الكفيله بالحد منه كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس اداره صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربيه والارهابيه والامنيه واسرهم واللواء احمد الاشعل المدير التنفيذي للصندوق حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم اعداده بالتنسيق بين جهات الدوله كافه حيث تمت في هذا الاطار مناقشه سبل تعزيز الخدمات المقدمه للمستفيدين من الصندوق وسبل تنميه موارده وتطوير اليات ادارته، بما يعزز من قدرته على الاستجابه لاحتياجات المستفيدين. وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنيه بالدوله لضمان تحقيق اهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين. كما وجه سيادته بتقديم الخدمه العلاجيه بالمجان للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من اسر الضحايا والمصابين في الحوادث الارهابيه غير الخاضعين للتامين الصحي وذلك بالتنسيق بين الحكومه والصندوق مشددا على ان الوطن لا ولن ينسى تضحيات ابنائه المخلصين ويحرص على تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها.